بفتكر ان دايما الطاقة او الشغف لازم عشان انا اقدر اكتشفه لازم تكون الحاجة بتطلع من جوا لبرا مش من برا لجوا والعكس، يعني ما نخلي العالم او المؤثرات الخارجية هي اللي تأثر علينا، دايما نرجع لنفسنا. صح بالضبط. طبعا زي ما انت ذكرتي انه لازم الانسان يكون حاس بقيمته من داخله، ومن ثم يعني بتظهر الحاجة دي أصلا طوالي في الواقع. صحيح. ما بعرف، لكن بجد يعني الناس كثيرة تايهة في الحتة دي، فعلا. ما بين إنه هم عايزين يحققوا أهدافهم، ما بين إنه هم حاسين بشنو، ما بين إنه في عدم توازن بين حاجة لداخلهم والحاجة اللي قاعد يشوفوها ما قاعدة تحصل أو ما قاعدة تتنفس. طبعا كلهم هم مرتبطين ببعض، يعني كون الإنسان يكون عنده شغف، يكون عنده طموح، يكون عنده حافز وحماس، كونه قادر يدير روحه من داخله عشان يقدر يحقق أهدافه، دي كل الحاجات دي مربوطة يعني ببعض. فكل ما أنا بلخصها باختصار جدا، إنه كل ما زاد الوعي كل ما إحنا قدرنا نصل للمراحل دي. وطبعا الوعي ما بيحصل ما بين يوم وليلة، ما بين ثانية وثانية، لا، الوعي بياخد وقت، بياخد حاجات كثيرة عشان انت تصلي للوعي وتصلي للمرحلة دي. مجرد ما انت وصلتي للوعي انت هنا قدرت شنو؟ تحققي حاجاتك، قدرت تصل للحاجات اللي انت عايزاها. طيب انت عارفة انه احنا مثلا في حياتنا بتواجهنا حاجات كثيرة، الحاجات اللي بتواجهنا دي احنا كيف بنتصرف؟ بنتصرف على حسب الحاجة اللي بتجي عندنا اللي احنا بنتصرف فيها. ففي احيانا مواقف انت ما دايما بتكوني يعني قادرة تديري نفسك في الموقف.